السلام عليكم أهلا عزيزات الطالبات في حصة جديدة للغة العربية. سنتكلم اليوم عن درس أدب الأمثال للصف السابع، فلنبدأ أولا بقراءة هذا الدرس بعنوان أدب الأمثال. المثل قول موجز وتعبير يضرب تعليقا على موقف في مناسبة معينة، فيستحسنه الناس ويرددونه بعد ذلك في مواقف مشابهة، ويرتبط المثل في العادة بقصة تفسرهم. وتنبع أهمية الأمثال من أنها مرآة تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها، وتبرز مثلها العليا، وتصف أحوال الناس الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتختصر بكلمات قليلة قصصا طويلة تشمل ميادين الحياة كافة. اهتم العرب بأمثالهم فبادروا إلى تدوينها، وكثرت المؤلفات فيها، وأشهرها كتابا جمهرة الأمثال للعسكري ومجمع الأمثال للميداني. وهذان مثلان سائران مع قصة كل منهما، لكن قبل أن نبدأ بالتحدث عن هذان المثلان سنبدأ أولا بشرح بسيط عن هذا الدرس. يتحدث النص عن الأمثال وأهميتها في حياة الإنسان، فهي عبارة عن أقوال مختصرة تقال في مواقف مشابهة لقصة المثل، وهي تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها، فلكل شعب أمثاله الخاصة والتي تعبر إما عن الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية. وقد ذكر النص أشهر الكتب والمؤلفين الذين كتبوا عن الأمثال، وهما العسكري في كتابه جمهرة الأمثال، الميداني في كتابه مجمع الأمثال. وقد احتوى النص على صورة فنية، وهي تنبع أهمية الأمثال من أنها مرآة تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها، فقد شبه الكاتب الأمثال المتداولة بمرآة تعكس كل ما يتعلق بطبيعة هذه الشعوب. والاستخراجات: يضرب فعل مضارع مبني للمجهول، يرددونه أصلها من الفعل يرددون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أما واو الجماعة فهي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ميادين جمع تكسير ومفردها ميدان، بادروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة. المؤلفان جمع مؤنث سالم، هذان اسم إشارة للمثنى، سائران مثنى مرفوع بالألف. نبدأ أولا بالتحدث عن أول مثل، وهو قطعت جهيزة قول كل خطيب، ويضرب في من يأتي برأي حاسم يقطع فيه الخلاف. الاستخراجات في هذه الفقرة: أولا يخطبون كما هو واضح في اللون الأحمر، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون كما علمنا أنه من الأفعال الخمسة، بين ظرف مكان، هم ضمير منفصل، ذلك اسم إشارة للبعيد. دعونا الآن نبدأ بشرح هذا المثل أو عن ماذا يتكلم. يتحدث هذا المثل عن قصة حيين، أي منطقتين، حيث قتل أحدهما من الحي الآخر شخصا، فأراد أهل القتيل أن يأخذوا ثأره، فاجتمعوا في مكان وأخذوا يتشاورون إلى أن جاءت امرأة تدعى جهيزة، قطعت حديثهم وأخبرتهم أن أهل القتيل قد قتلوا الفاعل وأخذوا بحقهم، لذا يقال هذا المثل في من يأتي وينهي أي نقاش فقيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. أما المعاني التي وردت في هذه الفقرة: أولا فصيح وتعني بليغ، الدية مال يدفع لأهل القتيل، ظفرة أي حاز أو غنمة. ننتقل الآن إلى المثل الآخر، وهو وافق شن طبقته، يقال له شن، فقال والله لأطوفن في البلاد حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها،
فبينما هو في بعض مسيره إذ لقيه رجل في الطريق فسأله شن أين تريد؟ فقال موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن، فرافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال له شن أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد، فقال شن أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل يا جاهل ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن أترى صاحب هذا النعش حيا أو ميتا؟ فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله فمضى معه. فكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله وحدثها بحديثه، فقالت يا أبتي ما هذا بجاهل، أما قوله أتحملني أم أحملك فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال نعم فسره. ففسره. قال شن ما هذا من كلامك فأخبرني عن صاحبه؟ قال ابنة لي. فخطبها شن فزوجه الرجل إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا وافق شن طبقة، فذهب مثلا يضرب في من يجمع بينهما توافق وتشابه. أما الاستخراجات حتى حرف نصب، أجد فعل مضارع منصوب بالفتحة، هو أنا أنت ضمائر منفصلة، استحصد فعل ماض، أكل فعل مبني للمجهول، أكل فعل مبني للمجهول، أجهل اسم تفضيل، منك كاف المخاطب هنا ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، شكا مضارعها يشكو، يا أبتي أسلوب نداء، هذا اسم إشارة، حتى يصير أداة نصب وفعلا مضارعا منصوبا. والآن ننتقل إلى المعاني التي وردت في هذه الفقرة. دهات تعني الذكاء والفطنة والحنكة، جنازة موكب الميت، النعش الصندوق الذي يوضع فيه الميت، عقبا أولادا. وفي الختام الأفكار الرئيسة التي وردت في هذا النص: أهمية الأمثال في حياة الناس، الجزم في القول في الأمور الحاسمة كما ذكر في قصة قطعت جهيزة قول كل خطيب، الفصاحة والذكاء والتوافق والتشابه بين شن وطبقة. والسلام عليكم.